واني بارك الله بيكم جزاكم الله خير. طبعا واني دا اصور بهذا النهر البصري من يمي رجال شايب عمره يتراوح بالسبعين سنة ورجل محترم ووقور والظاهر رايح للمسجد لان سبحته وكذا وهاي رايح للصلاة الى صلاة الجمعة. واني بارك الله بيكم يا رجالنا ويا اهلنا يا صادقين. طبعا يقول اني قرأت صحيفة قبل فترة صحيفة كويتية ايش كاتبة؟ كاتبة البصرة تشرب مجاريها، البصرة تشرب مجاريها، لان شايفين هذا المي ومصورين هذا المي وهذا المي يروح يشط العرب وشط العرب ناس تسبح بيه وناس تشرب من عنده وناس تصيد بيه وهذا تلويث للبيئة. وزير البيئة اخواني اشتكوا على وزير البيئة ونحاول نغرم وزير البيئة نغرمه كل اللي تمتلكه عشيرته، لان تعرفون صارت عشائر ومحاصصة العراق محاصصة مري محاصصة احزاب عفوا مو العشائر محاصصة احزاب. فنحاول نغرم المبلغ مالنا كل الحزب اللي الوزير هو ينتمي اليه اللي هو وزير البيئة، يعني ما حد يجي باوع لو قاعدين بس يلمون مصالح خاصة بس يلمون فلوس لهم. اخواني اخواني العراقيين صوتكم اقوى من صوتي وانتم احسن من عندي، والعراقيات الشريفات الشجاعات انتن احسن من عندي وصوتكن اقوى من صوتي، هذا وطنكم العراق. اهالي البصرة الشجعان هذا ما مقبول، شيء ما مقبول اللي اذا نشوفه احنا ما مقبول يروح يشط العرب تلويث للمياه تلويث للبيئة. تقديري واحترامي الى كل من يفهم كلامي والصلاة على محمد وعلى آل محمد. ارفعوا أصواتكم وبقوة لكي تنجوا من الهلاك الذي أنتم فيه.